ورق حائط 3D، ده مميزاته إنه قطعة واحدة بدون فواصل على أي مساحة، خامة جلد قوية جدا، ده يمكن قطعات بإيد، قابل للغسيل، المنظر بيتصمم على حسب مقاس الجدار اللي موجود عندك. مش هنطول عليكم في الفيديو، يلا بينا نشوف طريقة التركيب مع بعض سريعا كده عشان الفيديو ما يبقاش طويل وتزهقوا مننا. ندخل في الشرح على طول ونقول الخطوات. اول خطوة معروفة ان انا اجهز الغيرة بتاعتي اللي هلزق بيها. الغيرة دي وانا بشتريها ببقى لازم اكون عارف ان في نوعين كل شركة بتنزلهم للغيرة بتاع ورق الحائط. في نوع للورق الحائط العادي مكتوب عليه نورمال، وفي نوع للخامات الجلد او الخامات التقيلة مكتوب عليه سبيشيال. لازم تاخد بالك من النقطة دي كويس. تحضير الغيرة مش محتاج كلام كتير، انت بتجيب المية وتفضي فيها غيرة وتقلبها كويس وتسيبها نص ساعة على الاقل خالص ان هي تدوب في بعضها وتبقى جاهزة معاك للشغل. بعد ما جهزنا الغيرة بتاعتنا وهنشتغل، واحد بيمسك رولة يشتغل بيها يدهن بيها قدام مننا واحنا شغالين، بنركب وراه المنظر زي ما انت شايف كده. اولا هنفرد المنظر كله على الجدار الاول. في معانا عدة بنشتغل بيها، معانا مساحة جلد ومعانا الكف او الباغة بتاعت ورق الحائط اللي بنشتغل بيها على طول. فهنفرد الجدار كله الاول، وبعد كده هنبتدي نشتغل فيه تاني، نشوف الزيادات اللي فيه نقصها، نفرغ بقى الهواء اللي فيه، نتأكد احنا بنفرغ الهواء كويس، نفتح حوالينا على بالكهرباء، نقص الزيادات ونمسح الجدار بتاعنا ونشيك عليه ونتأكد ان مفيش فيه اي هواء. وكده الشغل مش محتاج كلام تاني والموضوع سهل وبسيط. وفي ناس كتير بتقلق من الشغل لما بتعرف ان هو المنظر حتة واحدة وبيقولوا ازاي هنلزقه وصعب ومش صعب. لا، هو الموضوع سهل زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، مفيش فيه اي صعوبة ولا فيه اي مشكلة. هو ده الشكل النهائي للمنظر بعد ما ركبناه. يا رب يكون عجبكم ووصلت لكم الفكره.